تسود الغوطة الشرقية حالة من القلق بسبب عدم سماح قوات النظام لدخول لقاحات مضادة لبعض الأمراض السارية كالسل والتهاب الكبد الوبائي، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض التقارير الصادرة عن الهلال الأحمر في الغوطة الشرقية عن ظهور علامات تدل على ازدياد انتشار هذا المرض في الفترة الحالية. المزيد في تقرير مراسلنا محمد عبد الرحمن. لا زال موضوع لقاحات الأطفال يشغل بال كثير من العائلات، لا سيما بعد الحديث عن انتشار بعض الأمراض السارية في الغوطة الشرقية كمرض السل والتهاب الكبد الوبائي، والسبب دائما عدم سماح نظام الأسد بدخول اللقاحات المضادة لها، لأنه في حوالي 12 ألف طفل بعمر السنتين و45 ألف طفل بعمر الخمس سنوات. للأسف في ثلاث أجيال ما تلقوا اللقاحات المدرسية اللي هي الثنائي الطفلي والثنائي الكهلي. نداءات أطلقها الهلال الأحمر في الغوطة الشرقية للإسراع في إدخال اللقاحات المضادة للأمراض السارية ولشلل الأطفال، فآخر دفعة لقاحات كانت قد دخلت أسوار الغوطة في 21 من شهر تموز عام 2015، ولم تغطي وقتها بحسب الهلال إلا 20% من عدد الأطفال الإجمالي في غوطة دمشق الشرقية. احنا عم ندق ناقوس الخطر انه اذا ما تحركوا حاليا فبمستقبلا ممكن لا سمح الله تنتشر هاي الامراض بالغوطة الشرقية، لانه شفنا بدير الزور وشفنا ببعض المناطق الثانية، ولوحظ يعني بالفترة الأخيرة انتشار مرض السل بالغوطة الشرقية خاصة مع تدهور الوضع الصحي والغذائي عند سكان الغوطة الشرقية. تقارير طبية تم نشرها مؤخرا تتحدث عن ازدياد أعداد المصابين بالسل في الآونة الأخيرة بسبب عدم حصولهم على اللقاح المضاد له، فقد بلغ عدد الحالات التي كشف عنها في الغوطة خلال العام المنصرم 134 حالة، وهو ما ينذر بجائحة خطيرة قد تصيب سكان الغوطة إن لم تدخل اللقاحات على وجه السرعة. اللقاحات ضد بعض الأمراض السارية ربما هي من أدنى مقومات حقوق الأطفال في الغوطة الشرقية وفي المجتمع المحلي، وأن يولد طفل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا يعني أن يترك عرضة للأوبئة والأمراض السارية على مرأى ومسمع العالم أجمع. محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، ريف دمشق. ننتقل مباشرة إلى الغوطة الشرقية مع مراسلنا يمان السيد. أهلا بك يمان، يعني هناك مخاوف من تفاقم الأمراض السارية بين الأهالي، كيف تصف الأوضاع الطبية لنا في ظل هذا الحصار؟ نعم فرح، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين على أورينت نيوز. أكثر من ستة أشهر لم يدخل أي لقاح إلى الغوطة الشرقية، عدد كبير من الأطفال الموجودين في الغوطة الشرقية يعانون من أمراض بدأت بالفعل تظهر ملامحها عليهم. طبعا للاستفادة من الوقت دعيني أستضيف هنا الدكتور محمد العطار، وهو عضو المكتب الطبي في الغوطة الشرقية. أهلا بك دكتور معنا بداية، شو بتحدثنا عن اللقاحات اللي ما دخلت منذ ستة أشهر؟ هلا بالنسبة للقاحات، صراحة أنا أول من أسرت موضوع عدم دخول اللقاحات. هلا من المحزن إنه نتكلم عن هذا الموضوع ويوميا عم يموت عشرات الأطفال بالقصف من العنقودي، ولكن نحن حاليا عم نقرع نواقيس الخطر لعدم دخول اللقاحات. حاليا اللهم صل على النبي، في حوالي 12 ألف طفل تحت عمر السنتين، 45 ألف طفل تحت عمر الخمس سنوات. في كارثة ممكن تحل إذا ما دخلنا لقاحات. نحن ما عم نتكلم عن كارثة حالية، عن كارثة أمراض معدية، وإنما كارثة ممكن تحل مستقبلا. الجميع معرض للخطر في الغوطة الشرقية أو في دمشق أو في الساحل السوري أو في دول المجاورة. يعني الأمراض المعدية لا تعترف في الحواجز أو بالحدود، ممكن تعبر حواجز النظام وتصيب أطفال خارج الغوطة. نحن يعني نحن بظل هذا الوضع، القصف يومي وشهداء من الأطفال بالقصف، عم نتكلم عن اللقاحات بس يعني للمصلحة العامة في سوريا. يعني موضوع التلقيح هو موضوع مصلحة عامة في عموم سوريا، لأنه الجميع معرض للخطر،
لذلك يجب إدخال اللقاحات لمصلحتهم هن، يعني ما بس لمصلحة أطفالنا اللي عم ينقصوا، لمصلحة النظام. بالنسبة لموضوع إدخال اللقاحات، المسؤول عن اللقاح عن إدخال اللقاحات عالميا هي منظمة الصحة العالمية، هي مشرفة اللقاحات بكل دول العالم وتوزع اللقاح مجانا. تسلم منظمة الصحة العالمية اللقاح إلى الهلال الأحمر، عفوا إلى وزارة الصحة السورية. وزارة الصحة السورية هي مهمتها حملات اللقاح في جميع أنحاء سوريا. كان الهلال الأحمر العربي السوري هو الوسيط بإدخال اللقاحات إلى الغوطة الشرقية في المرات السابقة، ومن شهر 7 ما سمحوا له يدخل أو يدخل لقاحات. طبعا نحن أنا يعني تطوعت بعدة مرات مع شباب الهلال الأحمر بحملات تلقيح. شباب الهلال كانوا عم يؤدوا مهام مديرية صحة النظام بتلقيح أطفال الغوطة، هن اللي كانوا يستلموا اللقاحات، هن اللي يوزعوها. يعني المرات الماضية يعني بألف معاناة دخلت قافلة لقاحات. طيب دكتور، شو هي الأمراض اللي ممكن تأثر على الأطفال أو تجتاح الأطفال بالغوطة؟ هلأ مبدئيا هي اللقاحات تنقسم إلى قسمين، لقاحات دورية للوقاية من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال، مثل الحصبة، مثل التهاب الكبد، مثل السل، يعني عدة لقاحات، الكزاز. هي اللقاحات تعطى للأطفال بعمر السنتين. هي الأمراض أغلبها يعني عالميا انتهت، ولكن حملات التلقيح مستمرة بكل دول العالم للوقاية من هي الأمراض. مثلا شلل الأطفال تم الإعلان عنه عالميا أنه بالسبعينات انتهى هذا المرض، ولكن مثلا بال2010 اكتشفوا حالة بآسيا الوسطى. كل منظمات دول العالم استنفرت مشان شلل الأطفال. السنة الماضية اكتشفوا 12 حالة بدير الزور. دول الجوار عملت حملات شلل الأطفال، مناطق النظام عملوا حملات. نحن عندنا دخلت حملة غطت 55% فقط من حاجة أطفال الغوطة الشرقية، علما أني ذكرت أنه في 45 ألف طفل بحاجة إلى هذا اللقاح. لذلك يعني نحن عم ندعو أنه على الأقل يدخلوا لقاح، ما قلنا لهم للوقاية العالمية، يعني اللقاح يصرف مجانا بكل دول العالم. نحن دفعنا حقه من 6 أشهر شهيدة بالهلال الأحمر فقط لأنه دخل اللقاح، تم استهداف الهلال بقذيفة هاون. طيب في أي أمراض ظهرت على الأطفال هون بالغوطة الشرقية حاليا؟ هلأ حاليا في مثلا مرض السل منتشر بالغوطة الشرقية، في حوالي 138 إصابة بالسل، 120 منها مشخصة بالتشريح المرضي، وهي أغلبها حالات خارج رؤوية، هي يعني الأسلم. يعني في 10 حالات رؤوية، وفي حالة سل بطني عن طفلة توفت من شهر. يعني هي من أعقد الحالات، واللي يعني الأطباء قالوا إنه ما قرأوها بالكتب إنه سل بطني ويموت منه طفل. هلأ المشكلة بالسل إنه في أعداد كبيرة من المرضى ما مشخصين، يعني ما في تشريح مرضي، ما في مستوصفات كشف. المريض يعني عم يراجع الطبيب وقت بيكون بالحالات النهائية يعني من المرض. المشكلة الثانية بمرض السل عندنا بالغوطة الشرقية إنه ما في أدوية سل. يعني آخر قافلة دخلت بشهر 7 بالهلال الأحمر دخلوا أدوية سل، الجمعة الماضية انتهت أدوية السل. المشكلة بأدوية السل إنه تنعطى على أشواط، يعني أول شوط لازم يأخذه المريض حوالي شهرين، هو الشوط الرباعي، وبعد منه شوط الثنائي بيستمر لست شهور، وأحيانا بيتمدد 3 أشهر. يعني فينا نقول اللقاح دواء السل بيمتد لتسعة أشهر. هلأ حاليا نحن عندنا الدواء السل انتهى، في مرضى وقفوا، فهي مشكلة يعني صراحة خطيرة جدا. يعني من 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 مقاييس الصحة بالبلدان المتطورة انه ما فيها سل. نحن يعني بتخاذل البعض ورعونة البعض انه ما دخلونا أدوية سل، ممكن ينتشر داء السل ويكون يعني مشكلة كبيرة، يعني خاصة الشكل الرئوي منه. طيب قدرتوا تعرفوا السبب ليش ما دخلت اللقاحات للغوطة؟ هلا هي بالأصل مشكلة سياسية، يعني الغوطة الشرقية، إنه إذا ما صار حل سياسي أو أي يعني أو أي تعاون يعني من جميع المعارضة المسلحة والنظام السوري ما راح يدخل لقاحات. الهلال الأحمر السوري للأسف يعني غير قادر أو لا يستطيع إدخال اللقاحات إلى الغوطة الشرقية من دون موافقة النظام السوري، لأنه لازم يأخذ موافقة وزارة الخارجية السورية قبل ما يدخل،
واكثر من مره اخذ الموافقه وصلوا على حاجز معبر المخيم وما دخلون، يعني نظام بيعطيهم الموافقه وبيمنعهم نفس الوقت، فهي هي المشكله يعني. طيب حاولتوا تتواصلوا مع منظمات انسانيه خارجيه وتوصلوا للفكره؟ هلا قد ما تواصلنا ما حدا رح يخدمنا بالموضوع، لانه يعني المشكله هي بالاصل عند النظام. يعني موضوع اللقاحات موضوع امكانيات دول، يعني مستحيل حدا نتواصل مع منظمه تفوت لنا كميه من اللقاحات. اول شغله باهظت الثمن وما حدا بيتحمل مسؤوليتها. يعني السنه الماضيه بادلب استشهد حوالي 30 طفل بخطا طبي باللقاحات، فما حدا بيتحمل مسؤوليه اللقاحات الا الدول. يعني حتى للاسف يعني مهزله انه يعني انا اثرت موضوع اللقاحات، فصار يتواصل معي كثير ناشطين وبعض تجار الدعم انه بدك دكتور مفوت لك من لبنان بدك هذا الموضوع. حاليا نحن يعني ما عم نتكلم عن كارثه حاليه، عم نستقرئ كارثه مقبله اذا ما دخل اللقاحات. طيب انتم كاطباء موجودين هون بالداخل، شو بتوصلوا رساله للمنظمات الخارجيه والدوليه؟ يعني وقفوا امام مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري ويضغطوا على الجميع، يعني وخاصه النظام السوري، انه يسمح بدخول الادويه واللقاحات على الغوطه الشرقيه. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك. نعم فرح، اذا كما تحدث الدكتور محمد، كارثه انسانيه بالفعل تشهدها الغوطة الشرقية جراء عدم إدخال اللقاحات إلى الأطفال. أكثر من 50,000 طفل موجودين في الغوطة الشرقية هم معرضون لأمراض تحدث عنها الطبيب أنها منذ أكثر من 40 عام لم يكن لها تواجد، الآن بدأت تتواجد في الغوطة الشرقية. إليك فرح. نعم للأسف يمان، يعني دائما الحالات الإنسانية أصبحت ترتبط بالقضايا السياسية. أميلين أن تصل هذه الرسالة يعني إلى المنظمات المعنية والدول المعنية. شكرا لك يمان السيد مراسلنا، كنت معنا مباشرة من ريف دمشق، وشكرا لضيفك. نختتم حلقة اليوم بلقطة تحت عنوان سوريا تغني تعمر. إلى اللقاء.